ينضم إلينا من واشنطن جوال روبن نائب وزير خارجية أمريكا سابقا، أهلا بك ومرحبا معنا سيد جوال. أزمة تأتي بعد 4 أشهر فقط على تجنب واشنطن تخلف كارثي عن ديونها. هل يقف أكبر اقتصاد في العالم إزاء أزمة جديدة قد تعصف بهذا الاقتصاد المتعثر في هذه الظروف الاقتصادية الحالية؟ من دواعي سعادتي أن أكون معكم اليوم، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. بدون شك الاقتصاد الآن يواجه أزمة حقيقية إذا ما أغلقت الحكومة، وأيضا من المحتمل والمرجح بشكل كبير أن يتم إغلاق حكومي، حيث ما نراه ليس فقط إعاقة للإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالإنفاق والتي تؤدي إلى البطء الاقتصادي، ولكن أيضا نرى أن هناك الكثير من الوكالات التي سوف تتأثر والتي تنظر إلى الولايات المتحدة والحكومة كأداة تمويل، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية بما يؤدي إلى مزيدا من ارتفاع في معدلات الفائدة، والتي تعود أيضا على ارتفاع الأسعار بالسلب. هذا موقف سيء يواجه الاقتصاد الأمريكي، وأيضا يمكن تجنبه، ولكن لسوء الحظ الجمهوريين في الكونغرس يكافحون من أجل تحقيق الإغلاق الحكومي. سيد جوال، مع استمرار الانقسام في الكونغرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين، هل يمكن التنبؤ بالمدة التي قد يستغرقها هذا الإغلاق هذه المرة؟ يمكن أن نتمنى في أفضل الأحوال أن خلال الأيام القادمة ربما يكون هناك اتفاق قصير المدى يحقق توافق وحلول مؤقتة الذي يؤدي إلى تصديق وتسريع على معدلات الإنفاق بشكل مؤقت، ويمكن الوصول إلى اتفاقية لمدى 6 أسابيع لتوفير الإنفاق الحكومي واستمراره، وما وقتا أطول للتفاوض والتحاور بشأن حزمة الإنفاق كاملة للعام المالي الجديد. للمشاهدين الذين لا يقولون لماذا لا نبدأ الآن، العام المالي في الحكومة الفيدرالية يبدأ يوم الأحد في أول أكتوبر، ولهذا نحن نقترب من بداية العام المالي الجديد بنهاية شهر سبتمبر، ولكن لا أعلم ما كم من الوقت تستمر، ولكن ربما يأخذ الوقت أسبوعا أو أسبوعين قبل الوصول إلى تلك الاتفاقية والنتائج المرغوبة. إذا وصل الأمر والحديث حول أسبوع أو أسبوعين سيد جويل، كيف يمكن ذلك أن يؤثر على الاقتصاد الأمريكي؟ تصنيف هذا الاقتصاد كما تعلم وكالة مودز للتصنيف الائتماني تقول إن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر كثيرا بتصنيفها السيادي، هذا بعد شهر فقط من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة. كيف يمكن الحديث عن تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد الأمريكي برمته؟ أعتقد أن أي إغلاق حكومي بالطبع لوقت طويل أو قصير ربما يفعل انخفاض في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والتصنيف السيادي أيضا، لأنه يعتمد بناء على ذلك يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يمكن الاعتماد عليه. لقد كانت هناك الكثير من النقاشات على مدار 4 أشهر الماضية، وفيما يتعلق بالتساؤل هناك كثير من النقاشات بشأن سقف الدين، وأيضا سوف يتم تسوية الموازنة على مدار عامين، ونتمنى أن الاتفاق الكونغرس والموافقة الكونغرس سوف تنحي هذه الخلافات جانبا، ولكن ربما يتأثر بالطبع التصنيف الائتماني بالسلب، وسوف نرى أن هناك توقف في بعض مناحي الإنفاق، وخلال أيام لا نرى المشكلة، ولكن إذا ما استمر لوقت أطول سوف نرى تداعيات مباشرة على الشعب الأمريكي الذين يعتمدون على المساعدات الحكومية. ما هي أبرز القطاعات سيد جويل التي ستتضرر من هذا الإغلاق؟ يعني الحديث عن مئات من الموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على رواتب في الوقت المناسب، في وقت يعاني فيه المواطن الأمريكي من تضخم وارتفاع في الأسعار.
حسنا، هناك الكثير من الجوانب. على سبيل المثال، في إحدى الأمور التي نتناولها بالفعل الخدمة العسكرية الأمريكية والرجال والنساء الذين يخدمون في الولايات المتحدة والقوات المسلحة لن يحصلوا على رواتبهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض البرامج الحكومية التي تقدم الدعم والمساعدات إلى أرباب المنازل والعائلات. سوف يختفي هذا الدعم، وهذا يعني سوف يكون هناك كثير من المعاناة وزيادة في حجم المعاناة الأسر، فبالتالي لا يمكن دفع مقابل الخدمات التي يحصلون عليها. بالإضافة إلى ذلك، نفس الشيء على مدار وعلى مجال حماية وتأمين الحدود، لن يحصلوا حماة الحدود وحرس الحدود على مرتباتهم، وسوف يكون هناك انخفاض في الرواتب ربما تؤثر على البرامج الخاصة بحماية الحدود، فسوف تتأثر كثير من المناحي الحياة في الولايات المتحدة بسبب هذا الإغلاق المحتمل. كما تعلم، في مثل هذه الأوقات سيد جويل، يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها الخصم أحد الحزبين شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الآخر أو من الخصم. هل يمكن التعويل على هذه النقطة في هذه المرحلة أو في هذه المرة من التهديد بالإغلاق الحكومي؟ كما حدث في التاريخ، الجمهوريين عانوا كثيرا على المنح السياسي، لأنهم هم الحزب الذي يؤدي دائما إلى الإغلاق الحكومي. في 1995 كان هناك إغلاق حكومي، وأيضا بسبب أحد قادة الحزب الجمهوري والذي أدى إلى إغلاق حكومي، وكان أيضا هناك تدمير كبير في كثير من النواحي الحياة في الولايات المتحدة، وأيضا حتى وصولا إلى عادة الانتخابات. فبالتالي هذا أمرا تاريخيا في الحياة السياسية للجمهوريين. كان هناك كثير من الأصوات هم يحبون هذه الأمور ويحبون هذه التداعيات، وأيضا يتلاعبون بهذه الأمور، وأيضا يستغلون بعض الأمور مثل حماية الحدود، ولكن الجمهوريين يشجعون أعضائهم للوصول إلى الإغلاق الحكومي بشكل غير مسؤول. فبالتالي هناك دعما إلى الجمهوريين لهذه الشؤون، ولكن الدوافع الرئيسية هو الوصول إلى الإغلاق الحكومي. فبالتالي الناخبين الأمريكيين يستمرون في التصويت لهم. وهنا السؤال، كيف يمكن لهذه التداعيات أن تؤثر سلبا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، خصوصا وأنه يعتزم بالطبع الانتخاب لجولة جديدة أو الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024؟ ما هي الأثار السلبية على الرئيس الأمريكي الحالي؟ هذا سؤال في غاية الأهمية في المرحلة الحالية. ربما يساعد ذلك الجمهوريين إذا ما كان هناك حشد للأصوات والناخبين، وربما يكون له تأثير سلبي بالطبع على الطرف الآخر، حيث يؤثر على أصوات الناخبين في البلاد، حيث الكثير يتخذون قرارات من يصوتون له، والإغلاق الحكومي سوف يجعلهم ينتخبون أحد الأطراف دون الطرف الآخر. هذا كثير يؤدي لكثير من الخلافات على المستوى السياسي. سوف يدعم هذا الأمر جو بايدن، ولكنه لا يعود بالنفع على البلاد، لأنه سوف يدفع ثمن ذلك الشعب الأمريكي. لابد أن نتجنب هذه الأمور، ولكن الديمقراطيين لديهم الحنكة السياسية الأفضل، وبالتالي يمكن أن يعود بالنفع على جو بايدن. هل تتوقع إذن سيد جويل أن تذهب المصلحة في نهاية الأمر للديمقراطيين على حساب الجمهوريين، حتى وإن ربحت ورقة الجمهوريين في هذا التوقيت؟ نعم، أعتقد ذلك، وأعتقد أننا نرى خلال ما حدث في العام الماضي خلال الانتخابات النصفية، لقد رأينا الكثير من عمليات الانتخابات داخل البلاد التي تدعى بالانتخابات الخاصة على مستوى الولايات، وأيضا انتخاب أعضاء الكونغرس الذين بدلا من الذين تقاعدوا أو الذين توفوا، أو أيضا الكثير من الانتخابات الديمقراطيين يفوزون بشكل
بشكل كبير في هذه الانتخابات بكثير من الفوارق في النقاط، حيث أن المستقلين أيضا لديهم بعض الشواغل والتخوفات، فبالتالي يصوتون لصالح الديمقراطيين لحماية النساء وأيضا لحماية بعض المصالح الأمريكية. الديمقراطيين أيضا يعتنون بالمستقلين للحصول على دعمهم، وأعتقد أن هذه الدفعة سوف تستمر حتى وصولا إلى الانتخابات الرئاسية الجديدة. هناك سيد جوال مسألة شائكة تكمن في طلب مساعدات إضافية لكييف. حقيقة أن الحزبين الجمهوري والديمقراطية يتفقان على ضرورة إعطاء كييف عدد من المساعدات الإضافية، ولكن هناك عدد من المتشددين في الحزب الجمهوري دائما ما يهددون بعرقلة هذه الخطوة. أين هذا الملف من كل هذه الصراعات في داخل الكونغرس الأمريكي؟ هذه نقطة تسبب إشكالية كبيرة في الحزب الجمهوري داخليا، حيث أن الغالبية صوتوا ضد أي مساعدات إضافية إلى أوكرانيا في الليلة الماضية، وأيضا أحد مشروعات القانون كانت تختص بالإنفاق. كافة الديمقراطيين يدعمون حزم الدعم الإضافية إلى أوكرانيا، فبالتالي هذه خلافات كبيرة وهناك اعتراضات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالحزب الجمهوري يتحول إلى اتجاه مغاير. وأيضا دونالد ترامب يؤكد على هذه النقطة للحصول على المزيد من الأصوات، وربما نرى أن كثير من الجمهوريين سوف يدعمون الدعم إلى أوكرانيا في العام القادم لأنه يعتبر دعما في الاتجاه المخالف. أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن الأستاذ جويل روبن نائب وزير خارجية أمريكا سابقا، شكرا جزيلا لك.